أبناء شعبنا في محافظة طول كرم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين أن يعيدوا الله على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالنصر والحرية والاستقلال. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نبرك لكل أبناء شعبنا في هذه المحافظة بشرى سارة، وهي أننا قد اتفقنا مع الجانب الإسرائيلي على إزالة المعسكر الموجود في جامعة خضوري إضافة إلى الدي سي أو. هذا المعسكر الذي فعلا يعني كان مصدر إزعاج دائم لكل الشعب الفلسطيني بشكل عام ولجامعة خضوري بأسرتها بطلابها. هذا الموضوع كان موضوع كبير وموضوع كبير جدا. الحمد لله تمكنا من إقناع الجانب الإسرائيلي بإزالته، وإن شاء الله قريبا حسب وعد الإسرائيليين سيتم البدء بالإزالة. تم الاتفاق أيضا مع الإسرائيليين صبيحة هذا اليوم على فتح طول كرم أمام الزائرين من إخواننا من أبناء 48 على مدار الساعة وطوال فترة الأيام ما قبل العيد من اليوم وحتى انتهاء أيام العيد عيد الأضحى. الموضوع الآخر وهو فتح بوابة نزلة عيسى لحتى الساعة 12 ليلا، وهناك العمل جاري على حل مشكلة شوفي، وإن شاء الله ستكون إجابات إسرائيلية هذا اليوم وتحديدا أيام فترة العيد عيد الأضحى. وهناك أيضا على صعيد التصاريح تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على السماح لكل الأقارب، لكل من له قريب درجة أولى أو أنسباء لزيارة أهلهم في الداخل في منطقة 48، إضافة إلى كل أبناء غزة اللي أعمارهم 60 سنة فما فوق. أيضا تمكننا من إقناع الإسرائيليين بإعطائهم تصاريح لزيارة غزة طوال هذه الفترة، وأيضا هناك اتفاق مع الإسرائيليين على أخذ تصاريح لعشرين حالة طوال فترة العيد للسفر عبر مطار بن غوريون. هذه مسائل الحمد لله كلها تمت بعد جهد جهيد بذله الجانب الفلسطيني، وأهم ما في الأمر انه هذا المعسكر معسكر يعني كان يعني يعني تمارس فيه جرائم بشعه طوال فتره الانتفاضه الثانيه. الحمد لله يعني تم التفاهم مع الاسرائيليين على هذا الموضوع وتم انهاءه، ان شاء الله قريبا سينتهي هذا المعسكر وستتم توسعه الاراضي، أراضي المضمار الرياضي التابعة لجامعة خضوري لتشمل أراضي هذا المعسكر والدي سي أو. بتظل عندنا ملفات أخرى سنتابعها إن شاء الله مثل مصانع قشوري وغيرها. إن شاء الله يعني سنضغط وسنبذل كل جهودنا من أجل إنهاء هذا الملف. ما في شيء اسمه مستحيل. إن شاء الله ستتحقق أماني شعبنا بشكل عام وأماني أهلنا هنا في محافظة طول كرم مرة أخرى. كل عام والجميع بألف خير، وإن شاء الله يعود على الجميع هذا العيد والكل بالصحة والسلامة، وقد تحققت الأماني بإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف على رأسها الأخ الرئيس أبو مازن.